حياكم الله في هذا الحوار الخاص مع شخصية كردية بارزة. رحبوا معي بالسياسي الكردي العراقي السيد محمود عثمان، مرحبا بك. شكرا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، شكرا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال. بداية، يعني أنت من أوائل المشاركين في العملية السياسية. نعم. وأنت من ما يسمونهم أو يطلقون عليهم الآباء المؤسسون لهذه العملية بعد 2003. بصراحة اليوم كيف تنظر لهذه العملية السياسية بعد 2003، خصوصا بعد مرور 18 عام على ولادتها؟ أرحب بكم وكل مشاهدي الشرقية. أكبر. عمليا أنا لست من آباء العملية السياسية، حزب، أنا شخص يعني. طبعا الأحزاب هي كانت مؤسسة وكذا، وإحنا ساهمنا معاهم طبعا. والعملية السياسية في حقيقة الأمر بدأت بشكل خاطئ منذ 92، يعني قبل السقوط ب 11 سنة، لأنه في مؤتمر فيينا في 92 يعقد مؤتمر بعراقيين بأمريكان بإنجليز بآخرين، قرروا تصنيف العراق سني شيعي كردي. مؤتمر فيينا، مؤتمر فيينا 92. أنا كنت مدعو، ما حضرت مرحة عمليا على كل. وهناك هالتقسيم كان خطأ في نظري، وفي وقت أنا متكلم عن الموضوع، لأنه العراق منقسم إلى تيارات قومية كردية، قومية عربية إسلامية، تيار ديمقراطي، تيار ليبرالي، هكذا يعني. دائما تعودنا، بس من تقسمها سني شيعي كردي يصير بترتيب طائفي تقريبا، وأدت بالنتيجة، أدى هذا التقسيم إلى المحاصصة اللي عانينا منه ونعاني منه في الوقت الحاضر أيضا، لأنه هذا صار تكريس لهالتقسيم. في مؤتمر لندن في كانون الأول 2002، لا قبل مؤتمر فيينا، من القسم العراق إلى يعني طوائف؟ هم اتفقوا. من هم؟ أعتقد معروف يعني، أنا ما كنت، لكن صار اتفاق أنه يصيرون يسوون رئاسة من ثلاثة، زين، والتشكيلات أخرى، والأساس يكون أنه هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي. الإنجليز؟ يعني إنجليز وأمريكان كانوا موجودين، أمريكان عندهم دور أكثر طبعا. وطبعا بعدين شكل المؤتمر الوطني لأحمد شلبي فيما بعد على كل. فأنا أعتقد التقسيم كان مو صحيح، يعني بالنتيجة أنت من تقسم هكذا معناه كل شيء راح يصير مكوناتي بالنتيجة، زين، وأنه ما تقدر تبني دولة حقيقية مع المواطن، دولة أنه يكون عامة وطنية غيرها. ففي مؤتمر 2002 في كانون الأول 2002 قبل السقوط بثلاثة أشهر، زين، اللي صار في فندق هيلتون في لندن، كرسوا هذا أيضا مرة أخرى. طيب. يعني تقريبا، وطبعا أمريكان وإنجليز والآخرين اللي كانوا بالمؤتمر أيضا أيدوا هذا. فبعد السقوط طبعا أمريكان بدوا يحكمون هم نفسهم مباشرة، زين، هذا كان خطأ آخر. وفي نفس الوقت شكل مجلس الحكم، أنا كنت عضو أيضا مجلس الحكم اللي كان مثل مجلس استشاري لبريمر والآخرين، هم على نفس الترتيب أنه هل قد شيعي وهل قد سني وهل قد كردي مسيحي وفلان النوع يعني. ولهذا أنا أعتقد هذا الأساس أساس سياسي خاطئ. السنة كانوا مشتركين، كانوا شيعة وأكراد فقط؟ لا، السنة هم وهم يعني أعضاء السنة موجودين، لكن ما كانوا يمثلون الأحزاب السنية. بالمعارضة كان الأكثرية شيعية كردية صحيح، سنة موجودين بس أقل طبعا، ماكو نسبة كبيرة يعني. فقصدي يعني منذ البداية التأسيس بها خطأ. ثم جاء الحكم الأمريكي المباشر، بنظري كان خطأ ولم يكن صحيح، لأنه دزونا بريمر وآخرين ما كانوا يعرفون العراق، ما عندهم سياسة استراتيجية واضحة، ربطوا موضوع العراق بالبنتاغون، الدفاع وليس بالخارجية،
وصارت بي مشاكل كثيرة، فساد وأخر مسائل أخرى، سي بي أي وبريمر وآخرين معروفة هذه، تكلمين عنها كثير يعني. وبعد هذا طبعا بعد أن انتهى السنة وشهرين ومجلس الحكم انحل، عندها صارت جمعية وطنية، ثم جمعية أولا غير منتخبة بعدين منتخبة طبعا. فقصدي يعني منذ البداية أمريكان هم يعترفون نفسهم هسه من يتكلمون يقول ما كان عندنا استراتيجية ولا سياسة واضحة ثابتة. وفي نفس الوقت العراقيين الذين استلموا الأمور استلموا الحكم ما تصرفوا كرجال دولة حقيقة، تصرفوا كرجال حزب طائفة قوة ميليشيا غيرها. ولهذا منذ البداية ما قدروا يشكلون إطار وطني عراقي ودولة بالمعنى الصحيح، دولة مواطن وغيرها. وفي نفس الوقت ما صارت مصالحة وطنية. مشكلتنا وين؟ كان حكم البعث لفترة طويلة، كان عندهم مثلا مسائل سيئة، إجراء جرائم مشاكل تعرفونها حكم صدام، وراءها صار سقوط بحرب أمريكية. طبعا أنت مفروض تعيد اللحمة، تحاول أن تسوي مصالحة وطنية زين. ما صارت مصالحة وطنية. إحنا الكرد مثلا تكلمنا مع الإخوة الشيعة أنه هنالك مثالان ممكن المثال يحتذى، التجربة الكردية اللي صارت بمصالحة وطنية وعفو عام بعد انتفاضة 91، تجربة جنوب أفريقيا اللي صار بين الأسود والأبيض ما قبلوا بأي تجربتين، واعتبروا أنه حزب البعث هو حزب نازي ويجب محاربة الكل كما يجب، بينما كانوا يستطيعون يستفيدون من كوادر كثيرة في النظام السابق. ما أجرمت ولا عند مسائل من محاكم زين. ما عليه شيء، ممكن يستفيدون منها في بناء الدولة، في استفادة الدولة، كما الجيش كان ممكن يحلون الأجهزة القمعية بالجيش، يعني القوى القمعية، حرس الجمهوري، فدائي الصدام، يبقون على الشرطة، يبقون على الجيش، يبقون على الجيش الآخر النظامي لمو القوى القمعية، لا حرس الجمهوري ولا فدائي صدام ولا قوات خاصة ولا مخابرات وغير هذه، كانت قوى قمعية حتى يحافظون بي على الأمن يعني في البلد. فصارت أخطاء كثيرة يعني منذ البداية، وكل طرف أصبح كل مكون يريد أن يحصل على الشيء اللي يريده، يمكن ما يهتم تماما بكل المصالح العراقية العامة. لذلك ما قدروا لا يأسسون دولة، يعني يشكلون دولة حقيقية، وفي نفس الوقت ما صارت مصالحة وطنية. والمشاكل بدأت يعني طائفة ضد طائفة، مسائل سياسية، خلافات، يعني تقول كثير هاجروا إلى خارج العراق، بعدين إرهاب استفاد، جاء الإرهاب القاعدة والآخرين. فلذلك أنا أعتقد منذ البداية التأسيس والبدايات كان بأخطاء كبيرة، وهالبدايات أدت إلى أن تدريجيا الأخطاء تستمر ونحصل على الوضع الحالي اللي العملية السياسية مترهلة في نفس الوقت ضعيفة ونحو الأسوأ تقريبا. يعني تقصد من ما بني على خطأ فهو خطأ بالضبط، فالعملية السياسية بنيت على خطأ الأسوأ يعني. يعني العملية السياسية بنيت على خطأ، بني على خطأ طيب. نظريا يعني. طيب المصالحة الوطنية ليش ما نجحت؟ احنا صرفنا فلوس على المصالحة الوطنية، مليارات الدنانير راحت على المصالحة الوطنية، كل الاجتماعات كل التفاصيل تعقد ضمن هذا الإطار، ليش جاي نصرف على المصالحة الوطنية وما قدرنا نسوي المصالحة الوطنية؟ ما ممكن بالمال. صارت مؤتمرات مصالحة بس خطابات فقط. انا حاضر قسم هالمؤتمرات. المصالحة الوطنية هو قرار. احنا مثلا في كردستان مصالحة وطنية عفينا عن الكل زين، حتى اللي شالوا سلاح ضدنا جو قعدوا وخلص، ماكو ما حاسبنا احد. هكذا تستطيع ان تصالح، ولكنه خطاب هنا وخطاب هنا، وتقول انه انا واحد يقول تقدر تسوي توبة وترجع، واحد يقول له مثلا تقدر ترجع لكنه نحقق وياك، ماكو مصالحة.
ما صار لي ما كان أكو إرادة سياسية لمصالحة وطنية. يعتقدون مضر. السياسيين كانوا خائفين من المصالحة أو عودة الإخوة الشيعة خاصة كانوا خائفين من مصالحة ويعتقدون أنه مصالحة قد تكون نتيجة أنه إحياء النظام السابق أو شيء من القبيل يعني، وكانوا على خطأ في نظري. مثلا أنا أجيب لك مثلا خميني كان في إيران هو من ثورة نجحت وسقط ضد الشاه وضد الجيش، ما حل الجيش إيران، هو طلع من الجيش الناس اللي اعتقدوا أنه مجرمين وكذا، أعدمهم أو حاكمهم المسؤولين سواء بالنظام أو بالجيش، وباقي الجيش بقى عليه حتى يحافظ على النظام. يعني استفاد منه حل الجيش العراقي مو قرار عراقي، لا، لكن تأييد العراقيين كلهم، تأييد العراقيين، تأييد العراقيين، قرار أمريكي وعراقي مشترك يعني عملية. يعني السياسة العراقية قصدي من يعني أنه بعدين أنت صرت في وضع جديد، جاي إسقاط بحرب طبعا لسلبياته طبعا، وما عندك قوة تحافظ على الأمن، هاي مشكلتنا كانت، فبدأت المشاكل تارو. ولهذا كانت خطوات خاطئة في نظري، ما بها بعد نظر، هاي الخطوات ما حل الأمور بشكل جيد، وفيما بعد ترى الأمور دهورت يعني الحالة. أنت الآن تتحدث أنه حل الجيش العراقي باتفاق أو برضا أساس العراقيون، نعم. تقسيم البلد إلى طوائف وإلى مكونات كان برضا وقبول أساس العراقيون، نعم. طيب شلون يمكن القبول بهكذا إجراءات اللي من خلالها أنه لا يبقى أمن عندك والدولة منهارة وتجي تسلم شيء يعني صفر؟ هذا صار يعني عمليا، يعني عمليا صار هذا اللي صار. أنا أحكي لك الشيء اللي صار وأنا كنا به يعني عايشنا الموضوع وعيشنا فيه. يعني هل كانت هناك رغبة إقليمية؟ كانت أخطاء في نظري ما مدروسة الأمر وتقريبا مبنية على أسس حزبية، لو أنا مصلح سيجي وأنت مصلحتك يجي وشي، مكاسب ضيقة. مثلا أنا أحسب على مكاسب لطائفتي أو لحزبي أو جماعتي، واهتمام بالجانب العراقي درجة ثانية، ولذلك صارت الأمور. وأعتقد أدت إلى أنه بعد 18 سنة هكذا تكون عملية سياسية، هكذا تكون الدولة أو لا دولة، ما أعرف. هل كان هناك رغبة إقليمية بحل الجيش العراقي وتقسيم العراق إلى مكونات؟ أكيد إسرائيل رغبة أساسية طبعا فيها، وأمريكان راعوا الإسرائيليين في هذا. زين في نظرية. طيب ليش نجحوا الساسة العراقيون بالمعارضة ولم ينجحوا في إدارة الحكم بالعراق؟ والمعارضة تعرف شنو، ما بي أنت ما تحكم بالمعارضة، أنت عندك شعار معارضة، الشعار الأساسي كان إسقاط السلطة والكل متفقين عليه، الناس اللي كانوا بالمعارضة، هو بالمعارضة أكثر المعارضة كانوا بالخارج، ما عندهم مشاكل يعني اجتماعات ولقاءات وبيانات وغيرها، ما مجرب أنه تعال يحكم شوف حتى تعرف كيف يحكم أو لا. ومع هذا حتى من كانوا بالمعارضة ما متفقين. زين. يعني حتى في مؤتمر لندن لثلاثة أشهر قبل الإسقاط ما كان أكو برنامج متفق عليه، أكو تفاهم أكو تعاون، لكن ما أكو برنامج متفق عليه ولا برنامج لما بعد صدام ماذا يفعلون. زين. قصدي أنه حتى بالمعارضة كانت أكو خلافات، لكن تتعرف من تكون معارض بالخارج وبيانات وش ما تبين هاي الخلافات، وما له تأثير مهم لأنه مو تحكم حتى تأثيرات تبين. طيب إذا ردنا نحمل مسؤولية هذا التدهور اللي وصل إلى العراق الآن، تدهور على القطاع الصحي التعليمي الأمني على كل المستويات، من نحمل المسؤولية؟ لمن؟ الكتل اللي أسست منذ البداية لحكم العراق طبعا. كتل اللي كلها كانت بالحكومة، لأنه تعرف أن نظامنا برلماني، أي. بس ما حد يقبل يكون بالعارضة، كلهم بالحكم. النظام برلماني الصحيح والصحي مفروض يكون هناك معارضة ومعارضة فاعلة أيضا، لكن أحزاب العراقية كلهم بالحكم بكل الحكومات،
ولهذا هم يتحملون مسؤولية، الحزب الكبير مسؤولية أكثر، الصغير أقل، وهكذا. إذا نريد نحكي عن إصلاح العملية السياسية، عندنا بعد وقت لإصلاح العملية السياسية وإصلاح النظام السياسي لو إحنا خلص وصلنا إلى نهاية الطريق؟ والله يعني دائما أكو أمل، يعني أكو إمكانية إذا صار تغيير في عقلية الناس اللي يدبرون الوضع أو مسؤولين عن الوضع، وصار تغيير في السياسة، مراجعة حقيقية نقدية لل 17 سنة الماضية، ويستطيعون يتعاونوا على مصلحة العراق كبلد ويصلحون ما ممكن تصليحه، ليش لا؟ ممكن تغيير زين. ولكن بدأ نشوف هذا التوجه، نرى أنه كل من يعتبر نفسه هو الصحيح والآخر خطأ، وروح مشاركة ضعيفة، عمل فريق ضعيف، تعاون فيما بينهم ضعيف، كل من لازال متمسك بأنه كم يحصل لحزبه أو لجماعته أو لحصته، هالروح الوطنية العامة اللي تذوب بالمسائل الخاصة لحد الآن بدأ أشوفها يعني بالشكل الحقيقي. وهذا إذا استمر عدم المراجعة وعدم أنه وعي الأحزاب السياسية والكتل السياسية، وين راح نروح؟ إلى مصير أسوأ. يعني إذا شنو السيناريو المقبل للعراق؟ السيناريو المقبل ما أعرف، ولكن مصير الأمور أسوأ من يعني نحن أيضا من سنة إلى سنة رحنا في سيناريوهات، يعني ممكن سنة أفضل أقل يعني من سنة أو شيء، ولكن هكذا يكون الاستمرار. مثلا أنا أجيب لك مثال، مثلا انتخابات، مثلا طبعا شيء جيد أنه الحكم الحالي بعد السقوط معتمد على انتخابات وكذا، لكن لحد الآن ماكو إحصاء بالعراق، صار 20 أكثر من 20 سنة 25 سنة ماكو إحصاء، يعني أكو بلد ما بيحصاء، بعدين يعتمدون للانتخابات على البطاقة التموينية حتى يصير تزويرات ومشاكل، الآن يقولون أنه البايومترية كذا، الانتخابات السابقة قالوا الانتخابات الإلكترونية ما بيتزوير، ما تعرف يعني. لذلك مثلا ليش ما يسوون إحصاء؟ احنا الكرد صار سنوات نطالب الإحصاء مثلا، حتى تصير إحصاء تعرف السجلات تجدده، من متوفي من باقي من ثنائي من مكرر، ما يسووها لأنه كل كتلة تخاف أنه إذا صار إحصاء وإذا صار انتخاب نزيهة وكفوءة وحرة قد يؤدي إلى أنه تقلل حصته مثلا. ولهذا مثلا هذا كمثل، يعني الآن أيضا سوف يجرون انتخابات، ما أعرف الشهر السادس أو العاشر كما يقولون، أيضا لا يوجد إحصاء، لا يوجد تطبيق لقانون الأحزاب، حزب عنده كل شيء، كتلة عنده علاقات خارجية، عنده مبالغ، عنده سلاح، عنده ميليشيات، وآخر ما عنده شيء مثلا. شخص يريد يرشع نفسه ما يطلع لأنه الكتلة أكبر منه وعنده كذا وفلان، ماكو تكافؤ فرص بين المرشحين حتى فعلا الأحسن يطلع مثلا. فأعتقد أكو مسائل تتكرر وما يريدون يغيروها، مثلا هسه يقول لك ما نقدر نسوي إحصاء، كورونا، وين كورونا؟ تقريبا بالعراق منتهي يعني، شو كورونا؟ حجة يعني، كل سنة حجة، كل سنة سبب سياسي. وزارة التخطيط يقولون احنا جاهزين فنيا هاي صار سنوات يقولون صح. بس كل سنة لسبب سياسي ماكو إحصاء، من ماكو إحصاء معناه مجال التزوير واسع، بالتالي مجال التزوير واسع، إحصاء ماكو، هاي المشاكل كلها المعرقلات السياسية، برؤيتك من خلال خبرتك ما هو السيناريو الأقرب للعراق في ظل هذا التدهور المستمر؟ والله انهيار العملية السياسية أم تغير النظام نفس ما صار بعد 2003؟ انهيار العملية السياسية أقرب، أقرب يعني عدم نجاح، خلي ما نسميه عدم نجاح، فشل يعني.
فشل أكثر العملية السياسية، لأنه يظهر أنه موضوع العسكري وأنه انقلابات وشيء شوية يعني أصعب كان يقول. أصعب. بس فشل العملية السياسية أخرب، والتوجه نحو اللا دولة، يعني ماكو دولة بالمعنى. شنو تبعاته؟ تبعات هذا الانهيار؟ تبعات سيئة على الناس وعلى البلد، حتى في الوقت الحاضر حتى بالخارج سمعة العراق طبعا من الدنيا ومثل السابق طبعا، وفي نفس الوقت داخليا أيضا، شوف المواطن، شوف الخدمات، شوف الوضع الموجود، تشوف العراق هسه أنت تلاحظ عسكر، العراق معسكر صار كل سلاح، يعني أنت شايف بلد بهالوضع وهالمشاكل، ماكو خدمات، ماكو شيء، عنده 1.5 مليون مسلح، شو اللي بيعمل؟ يسوون بي يعني كل المبالغ تروح للأمن والجيش والحشد والغيره، خدمات أضعف ما يكون، الصحة أضعف ما يعني الميزانية، وين التقدم؟ وين صار؟ وين المشاريع الجديدة؟ وين القطاع الخاص؟ ما ناجحين بهالأمور، لأنه مركزين على الأمن، مركزين على الجيش، مركزين على الحشد، مركزين على السلاح، وما قادرين يعالجون لا سلاح المنفلت كما يقولون، وحقيقة هو القوى المنفلتة خلينا نقول، ما قادرين يعتقلون الناس اللي اختالوا كلها المتظاهرين الأبرياء، شوفت مفروض كانوا يحاكموهم، والفساد أيضا ما قدروا حقيقة، مصطفى الكاظمي من أجا اعتقل بعض الناس لكن ما وصل للكبار والناس اللي هم أسس بالفساد وكذا، فمعناه حتى مصطفى الكاظمي من أجا وعود ولكن ما قدر ينفذ هالأمور، ليش؟ لأنه هو جاي شخص واحد، الكتل هي اللي تتحكم بالموضوع، لذلك أنا أعتقد أنه بهالوضع الحالي اللي نشوفه ماكو تقدم، تقدم بيصير إذا اتفقت الكتل على مصلحة عامة عراقية، ولكن يظهر أنه ما تتفق ومرات تتفق على أنه محاصصة، أنا حصتي بحصتك فلان كذا، فلهذا ماكو توجه، ماكو إرادة سياسية للتغيير، ماكو إرادة سياسية لمراجعة نقدية شاملة لما جرى، يعني لماذا بعد 17 سنة وصل إلى الحد تراجع بشكل جدي، الكل يراجعوا يشوفون وين الخطأ وين الصحيح ويغيرون طبعا. زين، تعتقد أنه يعني قلت أنه أقرب إلى العراق هو الانهيار العملية السياسية أو فشل العملية السياسية؟ طيب إذا فشلت هذه العملية السياسية الأحزاب والكتل راح وين تروح؟ إذا فشل العملية السياسية معناه الكوسي بيكون لحالة، ما يكونون ضمن إطار واحد طبعا، وتصير بمشاكل طبعا، وهم يتحملون بعد المسؤولية، وهم أيضا يتضررون من الموضوع، بس لحد الآن أنا شايف أنه محاسين بهالفشل، يعني محاسين لأنه مدى يراجعون اللي صار، كل من يعتبر نفسه هو صحيح وأنه ما أخطأ، زين وين الخطأ؟ لا، ليش الوضع بهالشكل؟ بلد نفطي يصل إلى الوضع الحالي الموجود، يعني ما يقدر يدفع راتب، يعني كيف؟ زين، يمكن اليوم احنا على اعتاب انتخابات مبكرة هي الأولى بعد 2003، ما صار عندنا انتخابات مبكرة، تعتقد أنه هاي الانتخابات راح تكلل بالنجاح؟ أنا قلت أنه هي مو مبكرة لأنه صار شهر 10، زين باقي كل 6 شهور الآن صير انتخابات مثل 4 سنوات، فالله يدري بالعاشر هم يأجلوا، هم ترجع على نفسي 2002، يعني انتخابات ما أعتقد مبكرة بهالمعنى اللي سامعيه إحنا هنا وهناك، هاي واحد. اثنين، أنا في تصوري أنه ما أعتقد الانتخابات مهم أنه تجري، تقدر تجري انتخابات أي وقت تريد، لكن هل ستكون نزيهة وحرة؟ هل أنت مهيئ الأرضية لنزاهة وحرية الانتخابات؟ هل أجريت إحصاء لأنه حتى السجلات تتنظف تماماً؟ هل قمت بتكافؤ الفرص، بضمان تكافؤ الفرص للمرشحين؟ هل كان هنالك تطبيق لقانون الأحزاب بشكل بحيث ما تكون حزب عنده كل شيء والآخر عنده لا شيء؟ بعدين هل
التشرذم الواضح مثلا 400 كيان سياسي مسجلين نفسهم انتخابات، لماذا يعني؟ يعني عدد واسع جدا. فأنا في تصوري ما أعتقد أنه ممكن إجراء انتخابات، ممكن بدون شك، لكنه هل ستكون حرة أو نزيهة؟ هل ستأتي إلى تؤدي إلى نتائج اللي احنا نريدها أو الناس يريدون، المتظاهرين يريدون تغيير الناس، تغيير الوضع؟ هذا ما مهم. أنا ما متأكد أنه ستؤدي إلى هذه النتائج. تشك بأن تكون نتائج الانتخابات نزيهة؟ نعم. إذا طلعت نتائج الانتخابات مو نفس ما متوقعها الشعب أو مو نزيهة أو شابه التزوير، هل سيشهد العراق تظاهرات أو احتجاجات قد تكون أكبر من انتفاضة تشرين؟ أعتقد يشهد، نعم، مظاهرات واحتجاجات وخلافات بين الأحزاب أيضا. خلافات بين الأحزاب هسه مثلا صدر منها سيقول راح يكون عندي 100 كرسي وأجيب رئيس وزراء، إذا ما صار عنده 100 كرسي على ثاني يوم مظاهرات بالشارع بالليلية مثلا، مثال، وغيره وغيره. فأعتقد راح تصير مشاكل كثيرة يعني، وهي المشاكل لأنه مثلا المظاهرين يتوقعون شيء، صدري يتوقع شيء، الفتح يتوقع شيء، إذا ما صارت التوقعات، وأنا ما أعتقد تصير كما هم يريدون، طيب تصير مظاهرات، تصير احتجاجات، تصير مشاكل وتدخلات خارجية أسوأ من الآن يعني. احنا نعرف إذا الشعب انتفض فالشعب سلاح السلمية، لكن إذا الأحزاب صارعت فيما بينها شنو نتائجها؟ حرب أهلية؟ يعني ما أعتقد حرب أهلية، بس حرب بين الأحزاب يعني. حرب بين الأحزاب، لأنه الشعب ما مهتم كثير بهالأمور، بس مغلوب على أمره يعني. زين، أردح شو على يعني المناطق المتنازع عليها، تعتقد أنه حاليا مهيئة لإجراء انتخابات إذا أجريت الانتخابات المبكرة؟ لا، ما أعتقد، لأنه مناطق متنازع عليها صار تغييرات كثيرة، خاصة في 2016-2017 بعد الهجوم على كركوك والمسائل اللي صارت قبله وبعده يعني، وزمن داعش وبعد داعش أيضا. أعتقد مفروض الناس ترجع إلى مناطقها اللي هجروا اللي طردوا، وفي نفس الوقت تصير إجراءات لنوع من الإدارة المشتركة في هذه المناطق، يعني كردي وعربي وترماني وغيرها، مو إدارة عسكرية كما نرى. إذا ما صارت بها التغييرات وبقت كما هي كما هو، ما أعتقد أنه هي جاهزة للانتخابات نزيهة وحرة يعني. طيب، إذا نفتح موضوع العلاقة بين الإقليم والمركز أو بين الحكومة الاتحادية، يمكن 18 سنة من عمر هاي العلاقة اللي شافها الكثير من الخلافات، الكثير من الأمور، تعتقد أنه بعد 2000 أو بعد مرور 18 سنة أنه من الخسر ومن الربح بهذه الصراعات والمهاترات؟ والله اللي خسر هو الشعب العراقي طبعاً، عملياً كرد وغير عرب كلهم يعني خاسرين طبعا، لأنه هالمشاكل والخلافات بين القيادات هم يدفعون الثمن دائما يعني. ما حد رابح في نظري غير القوى المتربصة بالعراق، إذا أكو قوى ضد العراق أو شيء ممكن يربحون ويعتقدون أنهم رابحين، لأنه لا الحكومة الفيدرالية تربح بهذا ولا الإقليم يربح بهذا، لأنه مفروض يتفقون فيما بينهم، بدون اتفاق اثنين يخسرون في نظريا يعني. ولهذا أنا في تصوري الخاسر الأساسي المواطن، الثاني الشعب، هو نفسهم الحكومتين إقليم فيدرالي كلهم يخسرون. طيب، ماذا يحصلون؟ شنو اللي كسبه الإقليم وشنو اللي خسره بعد مرور 18 سنة من عمر هذا الصراع؟ هو الإقليم، تعرف المشكلة المهم بالنسبة للإقليم والأمن والاستقرار الليبي، هذا مهم بالنسبة للإقليم ويجب أن يقدر طبعا. في نفس الوقت الإقليم أيضا عنده مشاكل طبعا، الإقليم تخلص من حكم صدام، حكم صدام كان أسوأ الإقليم من أي منطقة بالعراق، أنفال كيميائية، ضرب، حرق قرى، تهجير ناس، هاي كلها تخلصنا منها طبعا، مهم جدا بالنسبة لنا.
ولكن في نفس الوقت طبعا الإقليم أيضا صارت بمسائل اللي أدت إلى نوع من الخسارة، مثلا اقتتال الإخوة، اقتتال بين الأحزاب مثلا، وفيما بعد الفساد الموجود بالعراق، إقليم بمسائل فساد ومشاكل غيرها. في نفس الوقت المسائل اللي صارت بعد الاستفتاء وأخذ تقريبا نص مناطق كردستان خارج منطقة الإقليم، وقتال اللي صار حكومة حي أحد العباد وغيرها، هذه كلها صارت أيضا بها خسارات. وفي نفس الوقت خلاف الأحزاب داخل الإقليم أيضا موجود، أحزاب داخل الإقليم ما متفقة كما يجب، عندها خلافات، عندها مشاكل. هاي أيضا ولو الوقت الحاضر ماكو قتال شيء، لكن أكو مسائل سياسية خلافات أيضا أثر. ففي مسائل بها إيجابية وفي نفس الوقت بها سلبيات، وقسم من السلبيات العلاقة بالحكومة الفيدرالية، مثلا الخلافات، مشاكل بالإقليم العالقة اللي ما حلت، هاي المشاكل مع الحكومة الفيدرالية مثلا، ليس فقط الإقليم مسؤول عنها. وفي نفس الوقت داخل الإقليم أيضا توجد مشاكل داخلية بين الأحزاب، مسائل داخلية، الفساد والمسائل الأخرى موجودة والخلافة، وطبعا تأثيرات دول المجاورة، تركيا وإيران دائما تقصف مناطق الإقليم وهي ترى نفسها حرة تدخل الإقليم، تضرب فككات، ترجع إيرانيين يدخلون يضربون مناوئهم على أساسهم إرهابيين، والإقليم كله يتحمل المسؤولية، ومواطني الإقليم يدفعون ثمن. شنو اللي يمنع أنه حل هذه الخلافات أو حل هذه الصراعات اللي جاي تصير؟ شنو المانع من حل الخلافات والجلوس على طاولة حوار وينتهي كل شيء وترجع العلاقة طبيعية بين الإقليم داخل الإقليم؟ لا، بين الإقليم والمركز. والمركز، المركز والإقليم، شو أكو خلافات في وجهات النظر منذ البداية. الدستور مكتوب بأنه العراق فيدرالي وكذا وكذا مكتوب، لكنه مثلا القوى في المركز، أنا في نظري وحسب تجربتنا معهم ونعرفهم وكنا في بغداد فترة طويلة، ما يؤمنون بالفيدرالية كما يؤمن الإقليم. يعتقد أنه يجب أن يكون هنالك حكم مركزي قوي، ولا يؤمنون بوجود أقاليم ليس فقط في كردستان وإنما في مناطق الأخرى. وطبعا إقليم كردستان وكان موجود من صار الإصحاء السقوط، ولكن مناطق أخرى لا مناطق سنية ولا شيعية ما صار بمسألة الأقاليم، ما يؤمنون به، يؤمنون بحكومة مركزية قوية مسيطرة على الأمن وعلى النفط وعلى كل شيء. هذا التوجه ما موجود في الإقليم، الإقليم يختلف طبعا زين. ولهذا أساسا يوجد خلاف في التوجه، إنه التوجه كيف تفهمه، كيف تقرأ هذا، كل من يقرأ الدستور بشكل من الأشكال. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا مسائل موجود، نفط لازم يتفقون عليه، جمارك لازم يتفقون عليه، المواردات الداخلية لازم يتفقون. تعتقد راح تحل هذه المشاكل؟ ما معلوم، لأنه صاير اتفاق بينهم بين الحكومة الاتحادية، لكن راح الموضوع بالموازنة، والموازنة تروح البرلمان، والبرلمان هل يوافقون عليه أو لا. حسب معلوماتي أنه قسم من الكتل ما توافق عليه، تريد مثلا نفط كله مثلا، كتل أخرى عند الرأي آخر. من تريد؟ هل يمكن أن تعبر الموازنة هكذا كما متفقين عليه، أو ما يوافقون على حصة الإقليم؟ هذا رأي من أنه يريدون النفط كله؟ أنا سمعت من إخواننا البرلمانيين في كرد في بغداد أنه كتل الشيعي أغلبها هي الشرعية. وين التحالف لعد الكردي الشيعي؟ ماكو تحالف، كل شيء كان موجود زمن المعارضة بشكل قوي، بعد المعارضة أيضا كان موجود تحالف رباعي، دعوة ومجلس وبارتي واتحاد، لكن تدريجيا هذا تقريبا ما بقى كالسابق، انتهى، والآن لا يوجد تحالف، توجد علاقات لكن ضعيفة بعض الشيء. نقدر نقول التحالف التاريخي بين الأكراد والشيعة قد انتهى؟ ما انتهى، لكنه أنا في نظري فيها مشاكل ويجب أن تحل هذه المشاكل. طيب. أنا أعتقد إيران لها دور
هذه المشاكل. إيران؟ أنا قناعتي نعم، أنا قناعتي أن الحكومة الإيرانية مرضية عن الإقليم وسياساتها، تعتقد أنه الإقليم رايح زايد بأمريكا ورايح زايد بتركيا، فهم يريدون أنه الإقليم يكون عنده علاقات أيضا مع إيران مثل الآخرين. طيب. لذلك أنا قناعتي الخلاف اللي أشوفه في بغداد تجاه الكرد رأي الكتل الشيعية بها تأثير إيراني، وأنا دائما قايل للإخوان الكرد هنا أنه حاولوا أن يسوون علاقات مع إيران، تروحون لإيران تتفقون معها، وإيران تقدر تأثر على بغداد، الدول الوحيدة اللي تقدر تأثر الحكم في بغداد على برلمان على شيء على الكتل الشيعية، ممكن أموركم تصير أسهل يعني أسهل. ولو أنا تعرف دائما مواقفي لا مع سياسة إيران ولا مع سياسة تركيا معروفة يعني دائما، لكن عمليا هذا هو الواقع. لأنه إذا صارت العلاقات إلى حد ما متوازنة بين الإقليم وبين إيران، والإقليم استطاع أن يحافظ على التوازن بين تركيا وأمريكا من طرف وإيران من طرف، ممكن إيراني يتساهلون ويأثرون على الكتل طيب. الشيعية، وصير الحل يصير الحل أسهل بين الإقليم وبين الكتل الشيعية. أنا اللي جاي أفهم من عندك إنه إيران تدفع باتجاه استمرار الانقسام والخلاف بين بغداد وأربيل. في تصوري إيران لها تأثير في تعقيد هذه الخلافات. يعني هي تستمر بالتفكير. تعمل بشكل بحيث سهل الأمور وصير أسهل يعني. تصير أسهل. نعم. يعني هي كل الـ يعني جايبها من كلامك إنه هذا الخلاف سر تهدئته وسر انفراجته بيد إيران. كثير منا نعم. نعم. إلى حد ما. زين. إحنا يمكن تحدثنا بداية حديثنا عن إنه العملية السياسية خلاص يعني تدهور مستمر. مستمر نعم. طيب. احنا نقدر ان اليوم نقول بعد اذا اجريت الانتخابات راح تكون او راح يكون هناك تغير بالرئاسات الثلاث، يعني افهمك يعني وصلكها بصوره اوضح، يكون رئاسه الجمهوريه للعرب ورئاسه البرلمان للكرد، وقد تخرج رئاسه الوزراء من الشيعة. تعتقد هذا الشيء؟ ما اعتقد. انا لمعلوماتك بعد الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية عندما أصبح الرئيس الجمهورية بروتوكولي بدون حتى نقض قوانين، أنا كان رأيي نأخذ رئاسة البرلمان وقتها مصرها طبعا، لأن رئاسة الجمهورية بروتوكولي شو لك بيه يعني، شو الفائدة يعني منها، بس مع هذا الأحزاب كلها كان رأيي هي شيء، وأنا شخص يعني ما أقدر فرد واحد يعني زين. ولكن أنا أعتقد التغييرات، ما أعتقد بالانتخابات تصير التغييرات، لأنه الشيعة يقول لك أنا أكثرية ولازم رئاسة الوزراء عندي من الأول، صار عرف يعني زين. رئيس الوزراء، والكردي يصير على رئاسة الجمهورية، وطبعا يبقى رئيس البرلمان للسنة العرب طبعا. طيب. أنا في تصوري أنه رئاسات شنو أهميتها يعني، هسه أنت تشوف الرئاسات كل يوم مجتمعين بغداد، من يسمعهم شي يقدرون يسوون زين، يأثرون على شيء ما يأثرون، ما عندهم أهمية يعني. الرئاسات تجتمع تقرر شيء، الحل بين الكتل اللي هي مسيطرة. هناك تخوف شيعي اليوم من خروج رئاسة الوزراء من 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 عندهم، أدي من عندهم جايبين مصطفى الكاظم اللي هو من مو من أي كتلة، جايبين شخص متفق عليه وما حد يساعده، ما حد يأيده يعني، وما يقدر يسوي كل شيء يعني بدونهم. ولهذا أنا في تصوري هم يريدون رئاسة الوزراء لهم، لكن عمليا القوة الآن بالبرلمان بالكتل الشيعية الموجودة بالبرلمان الأساس، هذا هو الأساس، وهم متمسكين بهذا أنه لازم رئاسة الوزراء تكون طيب. لهم، وطبعا يريدون صلاحيات أكثر رئاسة الوزراء، وفي نفس الوقت الكردي يبقى للرئاسة الجمهورية بروتوكولي ما يحل ولا يربط، والسنة تبقى لهم رئاسة البرلمان إلى حد ما قد يستفيدوا منها يعني. نكمل حديثنا أستاذ محمود بعد ما نروح لهذا الفاصل ولا نعود؟
أرحب بكم من جديد وأرحب بالسياسي الكردي العراقي السيد محمود عثمان. مرحبا بك مرة ثانية سيد محمود. وصلنا إلى موضوع الرئاسات. من أكثر رئيس وزراء تعاطى مع القضية الكردية ومع الملف الكردي؟ يعني شلون تعاطى؟ يعني تعاطى بإيجابية. أياد علاوي كان أحسنهم بالنسبة لنا، لأن هو صحيح شيعي لكن ليس طائفي، ويفهم القضية الكردية جن. وعراقيا هو عقليته ما يفرق بين، حسب تصوري أعرفه من زمان، سني شيعي كردي شيعي، هو كان تعاطي أكثر أحسن من الآخرين جن. لكن كان رئيس لفترة قصيرة تعرف يعني. إبراهيم الجعفري شون يعني تجدني واحد واحد؟ أي نجي عليهم واحد واحد تسأل. لا قلت لك أحسن هو بقية مثل. شو ملاحظات على إبراهيم الجعفري؟ ملاحظات ما عندي ملاحظة على شخص إبراهيم الجعفري أو على مالكي أو على فلان. لا أنا أحكي على أداء. بس أنا أنت سألتني من هو أحسنهم، أنا قلت فلان. البقية اتجاه آخر، كلهم نفس الاتجاه. أي اتجاه؟ اتجاه كتل شيعية ومع إيران ومع التصور آخر. وما كانوا علاقاتهم ما كانت طيبة مع الكرد، دائما عندهم مشاكل. إذا أريد نحكي، يقولون أنه أكثر رئيس وزراء أنصف الكرد هو عادل عبد المهدي، صحيح؟ ما عندي معلومات، ولكن عادل عبد المهدي هو صديق قديم زين، يعرف الكرد، كان عايش في كردستان فترة، يعرف القيادات الكردية، يفهم القضية الكردية، ولهذا حاول أنه يكون إيجابي معهم. نجح لو ما نجح المبالغ اللي ما نجح بالأخير ما خلوا، يعني هو خسر منصبه أصلاً. ما هو قال له عادل عبد الكردي، هيك كان يسموه بعض الكتل الشيعية، يعني يسموه عادل عبد الكردي يعني هيك، وخسر كل شيء يعني، لأنه ما قدر يستمر هالتوجه. وإلا كان لا بأس توجهها يعني، حتى كاظمي عند التوجه يعرف القضية الكردية، عايش في كردستان، شايف الأمور، لكن هل يقدر يعمل شيء اللي يدوي الكل؟ ما يقدر بسبب الأحزاب. بسبب الأحزاب طبعا. اليوم يعني قوة بالأحزاب والكتل. اليوم رئاسات الثلاث هي خرجت من عباءة الإسلام السياسي، ثلاث رئاسات مو بالعباءة الإسلام السياسي. اليوم شلون نشوف تجربة أنه خروج هذه الرئاسات من الإسلام السياسي واتجاهات مختلفة، سواء كانت ليبرالية، سواء كانت علمانية، سواء كانت على صعيد آخر؟ أولا ما أعرف اللي خرجت أو لا لم تخرج، لأنهم عنده مصالح، وحسب مصالح لازم تراعي هذه الكتلة أو تلك زين. ومع هذا أنا أعتقد ما تخرج تصير أكثر بروتوكولية وأكثر أقل أهمية قد ما تخرج من هالإطار، لأن يعني هالإطار هو اللي ماشي عمليا. ولهذا أنا في تصوري فتلاحظ سيد محمود، إذا خرجت من عباءة الإسلام السياسي راح تكون أقل أهمية؟ أقل أهمية نعم، بالنسبة لأن الإسلام السياسي مسيطر، هو المتحكم. متحكم طبعا، يقولون مثلا تسأل أي كتلة شيعية يقول الحكم مدني. بس وين الحكم مدني؟ صحيح. ولهذا أنا في رأيي هالرئاسات مثلا تلاحظ أنت كل أسبوع مرتين يجتمعون، بس من يأخذ قراراتهم؟ من يطبق قراراتهم؟ ما يطبقون، ما يقدرون يعني زين. يجتمعون ويقررون كذا وكذا، لكن القرار الحقيقي وعد الكتل الكبيرة الموجودة بالبرلمان، الشيعية أكثر شيء، حتى الكتل السنية موجودة، ممكن كتل كردية للدور، هذه الكتل هي اللي تقرر عمليا. ولهذا الرئاسات صارت شكلية تقريبا يعني زين، صارت شكلية. صار شكلية. أرد أسأل بعض الأسئلة يمكن اللي تخطر على البال. ما مصير المادة 140 من الدستور العراقي؟ شو مصيرها؟ مادة 140 أعتقد مفروض كانت تطبق قبل سنوات ولكن لم تطبق، ولحد الآن تطبيقها أيضا مشكوك فيه، لأنه الحكومة المركزية أو الحكومة الفيدرالية ما عندها إرادة سياسية حقيقة وقرار حقيقي لتطبيقها. المناطق اللي هي مناطق 140 صار بتهجير كثير،
تغيير واسع ديموغرافي وكذا، لازم ترجع هذه الأمور إذا ما تسوي استفتاء أو غيرها. وثلاثة، ما في إدارة اللي ممكن مكوناتها تكون مشتركة بالإدارة، وإدارة عسكرية طبعا، ولهذا التطبيق صار أصعب وأبعد في النظرية. أصعب وأبعد. الأغلب القادة السياسيين، الطبقة السياسية جاي يتحدثون اليوم عن ضرورة وجود أو إيجاد عقد سياسي جديد. طيب، هل تعتقد أن هذا العقد السياسي الجديد اليوم راح ينسي الشعب خلافات الفترة الماضية؟ راح يكون بهذا العقد السياسي الجديد فترة مضيئة في تاريخ العراق؟ أولا أنا سامع هالكلمة العقد السياسي، بس ما شايف شنو هالعقد زيادة. مكتوب أو شيء هيك، بس سامع، بس ما أعتقد يكون الأهمية إلا إذا الكتل وافقت يعني بشكل أساسي، وتركت بعض مصالح الضيقة وتمسكت مصالح العراق، ممكن خلال الإطار العراقي يسوون نوع ميثاق أو تعاون. أنا أجيب لك مثل، أتذكر في وقتها كانت خلافات طبعا زمن المالكي بين الكتل الشيعية والسنية ومشاكل وغيرها، صار عندهم ميثاق شرف وقعوا كلهم، بعد رجوعهم ما تطول 24 ساعة واحد قام يتكلم بالثاني. 24 ساعة ليش تعاركوا؟ يعني ماكو شكل مجاملات. لا ليش تعاركوا؟ لا قصدي صاروا هم خلافات جديدة. يعني قصدي مثلا هاي الكتل وهاي الأحزاب، أنا داخل بعض الاجتماعات حتى المسائل، من يجتمعون واحد يجامل الثاني ووضع مجاملات وغدا، يمكن ما يبوسون بسبب كورونا مثلا، واحد يجامل الثاني، بس من جو لجو الواحد عنده أجندة، ما يحكي أجندة السرية، وحسب الأجندة السرية يتصرف، ولهذا ما يطلعوا من الاجتماعات آراء مختلفة، وواحد يحكي على الثاني وشغل الفيسبوك وشغل تويتر، فمو جادين. إذا أكو جدية في القرار من يتفق ويوقع مفروض بعد يلتزم. كثير مرات صارت اتفاقات أو ميثاق شرب أو شيء، ما أعتقد بعدين ما صار التزام. العقد السياسي يكون نفس الشيء مثل هذا. يعني أنت تعتقد أنه حتى إذا رحنا إلى عقد سياسي جديد فما راح ينجح؟ ما أعتقد ينجح إلا إذا الكتل كانت مصممة وعند إرادة سياسية وراجعت نفسها وغيرت سياساتها، نعم ممكن ينجح. اليوم شلون نشوف الجيل الثاني من الساسة العراقية؟ احنا عندنا هواي اليوم جيل ثاني برز للساحة السياسية العراقية حتى على المستوى الإقليم. اليوم تجربة نجحت، لو هم جاي يعيدون أخطاء الماضي وأخطاء اللي الآباء المؤسسون. الجيل الثاني ورثت الجيل الأول، زين تعرف، وتقريبا ملتزمين بالجيل الأول، لكنه قد أكو هنالك ناس في الجيل الثاني مثلا أكو اللي ظاهر أو اللي عنده كذا مختلف تماما ويريد تغيير ويريد إيجاد وضع جديد، قد ينجح بعض الشيء، لكنه حل الكتل الأخرى الكبيرة اللي هي مسيطرة على الوضع وتريد تبقى مسيطرة تسمح لهؤلاء. يعني هسه الناس دا تتكلم عن الجيل الثاني كورونا أي. اللي موجود بأوروبا، نسينا الجيل الثاني السياسي يعني هذا هو الوضع زيادة. ولهذا أنا أعتقد الجيل الثاني، لأن هسه كثبتا في موضوع انتخابات، يكون صراع أحزاب تشكل المظاهرات والناس اللي في الشارع يريدون شكل آخر، بين الأحزاب أيضا أكو بعض الخلافات، مثلا سمعت الصدر يقول أحد يندق بالمفوضية، يعني ما يصير تندقون به، يعني المفوضية معناها أيضا، يعني قصدي كل واحد شكل، يعني اجتمعوا بينكم، ماذا يجتمعون يقررون فالشيء أساسي، يجتمعون كما قلت أنا، بس اجتماعهم هذا مجاملات، وواحد يطلع يقول اجتماع زين، ثاني يوم أشوف نفس الخلافات رجع. يعني الاجتماع مو بقناعة، القرارات مو بقناعة، إرادة سياسية ما موجودة، كل واحد يعتقد يفكر شقد يحصل ككتلة، شقد يحصل كحزب كجهة كطائفة، أكثر من أنه هل عمل ماله شقد يفيد العراق ويفيد البلد. طيب، يفيد المواطن. أستاذ محمود، يعني هسه بخضم كل ما تحدثت به وتفضلت به، العراق إلى أين؟ إلى المجهول؟ والله ما أعرف، يعني ما أقدر أجاوب 100% أقول مجهول أو غير مجهول، لكن
بهالوضع الحالي إذا ما صار تغييرات جذرية معلوم يصير أسوأ. أسوأ. نعم. وسنذهب إلى المجهول. يجوز. يجوز. سؤال أخير أستاذ محمود، يمكن أنت كنت أحد أعضاء لجنة كتاب الدستور العراقي، فبالتالي أنه اليوم الدستور يحتاج لتعديل، وشون المواد اللي لابد أن تعدل في الدستور العراقي؟ أنا في رأيي أنا كنت عضو في لجنة كتابة الدستور، كتاب والتعديل كتابة الدستور. بعدين شكلت لجنة حسب المادة 142 لتعديل الدستور، لكن لأنه أيضا كنت أعضاء أحد أعضائها. تعديل لا كنت، لأنه والقرار صار تعديل إجماع. طيب إجماع ما يصير التعديل. قرار اللجنة أنه قراراتهم بالإجماع، ولحد الآن هاي صار جد تقريبا 15 سنة واللجنة موجودة ما عم تسوي شيء، ما تقدر تسوي شيء، لأن توصل النقاط الصغيرة تتفق، توصل النقاط الأساسية صلاحية فلان مركز شلون إقليم أو غيره أو كذا ما يتفقون، لأنه ما يصير إجماع عليه، ولهذا باقي التعديل بنظري. أنا في تصوري الدستور بحاجة إلى تعديل مهم، وهو أنه كتب في وقت من قبل السياسيين الدستور، مفروض دستور يكتب من قبل القانونيين والخبراء والفقهاء، بعدين سياسيين يراجعوا يشوفوا كذا. إحنا بالعكس صار بالمقلوب، السياسيين كتبوا والقانونيين راجعوا. هذا بثغرات قانونية، مثلا مادة 76 اللي يقول كتلة الأكبر، ما مكتوب كتلة الأكبر اللي فاز بالانتخابات مثلا. أنتوا ليش خليتوا عليه مشاكل؟ ليش خليتوا؟ لهذا أنا في رأيي عدم فهم، يعني ما فهمي يعني ما عندنا خبرة، يعني ما عندنا مو قانونيين كذا، لهذا غلط. يعني قصدي معناه الثغرات الموجود اللي مفروض بتفاصيل وتسدها ثغرات، هذا بحاجة إلى تعديل عمليا. أما التعديل الآخر مثلا الإخوة الشيعة يريدون يقللون صلاحية الإقليم مثلا، الإقليم ما يقبل. طيب الإقليم يريد كذا، ذولا ما يقبلون، وإذا ما دام القرار إجماع معنا ما يصير، وما صار شيء لحد الآن. طيب أنا قبل ما أختم وياك سمعت العصفورة تقول أنه أنت متابع جيد لبرنامج لعبة كراسي. والله باوعي لعبة كراسي طبعا ما عندي وقت أسمعها كلها، بس زين. قسم منها أشوفها، ومرات ما أسمع كل الكلام، لكن اللي مكتوب جوا مفهوم. يعني أنا أعتقد برنامج جيد حقيقة على الأقل لشرح ما يجري، لكن من يسمع؟ أحد يسمعكم؟ خلي الشعب يسمع. أي خلي الشعب. خلي الشعب يسمع. بس اللي بيده القرار ما يسمع. نتمنى يسمع. يعني. خلاص لابد إنه ينظفون ذنوب ويسمعون بعد. هو على هو صحيح وخلاص، هذا كل من ما يأيده غلط وهو الصحيح. ولهذا أنا أعتقد برامجكم وبرامج غيركم جيدة، لكنه هي مجرد للشرح مو أكثر من هذا. أنا أشكرك شكر جزيل السيد محمود عثمان السياسي العراقي الكردي على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، هلا بك. والشكر موصول إليكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.